السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة، هذه المرة مغايرة لحلقات سابقة من مساحة حرة. قبل أن نتحدث لماذا هذه الحلقة، جواب لماذا هذه الحلقة بالذات سيكون في نهاية أو قبل نهاية هذه الحلقة. سنعلم جميعا لماذا قمنا بإجراء وعمل هذه الحلقة عن هذه الأمراض تحديدا والمتابعات. نحن الآن في المستشفى عالية في الخليل، ونلتقي بعدد من الذين أصيبوا بأمراض وتحديدا بهذا المرض، وأيضا سنكون لاحقا مع الأطباء وغيرهم. يستحضرني هنا قول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والبعض جعل هذه المحنة منحة فيما يتعلق بهذا الموضوع. أرحب بعدد من الذين هم نتمنى لهم الشفاء. يعطيك العافية أولا، نتمنى لك السلامة دائما، ما شاء الله معنوياتك عالية. الحمد لله الحمد لله. نتعرف عليك. قاسم محمد قاسم ياسين من عصير الشمالي قضاء نابلس. الله حييك، وانت اليوم في الخليل. وانا اليوم في المستشفى عالية في الخليل. طيب تحكي لي بعد اذنك شو اللي صار معك. وقبل ما ابلش، احنا لما بنعمل مثل هيك مقابلات، مش بنعمل مثل هيك مقابلات عشان احنا خليني احكي لك لا سمح الله انه يكون في شفقه، لا، احنا بنعمل لانه بناخذ معنوياتنا منكم، كلنا معنوياتنا بناخذها منكم. احكي لي كيف تجربتك ورحلتك مع هيك مرض. مع المرض اكتشفت انه صار ينزل دم في المسالك البوليه، عملت صور تلفزيونية وتحاليل فاكتشف هذا المرض في مدينة نابلس. شو مرض ايش اللي اكتشف؟ كانسر في المسالك في المثانة، وحولوني من نابلس إلى مستشفى الخليل لأنه ما في إمكانية عمل هذه العملية إلا في مستشفى الخليل عند الدكتور وليد زلوم. وجينا هنا واستقبلونا، لكن تأخرت موعد العملية بسبب ظروف رمضان والتحاليل. خليني أسألك عن هذا المرض بالذات، شو كان لحظة لما حكوا لك أنه عندك هذا المرض، وشو تأثير المحيط اللي حواليك على المريض نفسه؟ يعني من اسمه، يعني أي واحد بنذهل منه من مجرد ما يسمع اسمه، فكان يعني شيء، في شيء من الرهبة والخوف علي أنا بالذات وعلى المحيطين فيه. شو أكثر إشي بضايق مريض السرطان؟ صراحة الإجراءات اللي بدها تصير، يعني سواء كانت عملية استئصال، كيماوي، أشعة، يعني هذه كلياتها مجتمعة يعني. طيب الأهل، خليني أحكي لك كيف تعاملوا مع هذا الموضوع صراحة؟ بدهم يتعاملوا معي يعني بحنية وبرفق، يعني انه بدعم. مريض السرطان بيكون حساس؟ لا شك كثير؟ لا يعني اكيد يعني. يعني انت بتشعر بكل شيء، بكل شيء بتشعر فيه؟ يعني كيف مثلا معنوياتهم لما يكونوا معك، كيف كل شيء بتشعر فيه؟ يعني هم بيحاولوا يجاملوني وبدهم يصبروني بأي طريقة، لكن الواحد بيظل تفكيره وعصابه وخلص، يعني معروف انه نهاية هذا المرض الى الموت. يعني كل الناس راح تموت في مرض ولا بدون مرض، لا ما لهاش علاقة. يعني يتعددت الاسبابه والموت واحده، فلكن يعني بتأثر الواحد لانه بتصير مضاعفات واشياء كثيرة يعني بتصير على الانسان نتيجة هذا المرض، قد يكون في مكان وينتقل الى اماكن اخرى وتعطل أجهزة أخرى، يعني كما حدث معي أنا تعطلت عندي أجهزة. شو تعطل عندك؟ خلي طيب خليها هيك، بس ما شاء الله معنوياتك ما شاء الله عنها. طيب أسأل ابنك بعد ابنك، إن شاء الله الله بيشفيه. شو كيف كانت اللحظات الأولى تحكي لنا إياها؟ يعني هو الوالد إحنا بنستمد منه قوتنا زي ما بحكوها، ما شاء الله معنوياته عالية مبينة والحمد لله. يعني هو دائما بيحكيها: لا يأس مع الحياة. فيعني لا يعني احنا يعني مرض وبنتعامل معه، يعني المفروض نتعامل معه زي اي مرض تاني يعني، والحمد لله كل شيء تمام. يعني عدت العملية على خير وما صارش في اي مضاعفات. تحكي لي اللحظات الاولى لما عرفت او عرفت العيلة كيف كانت؟ يعني الواحد لما يعرف انه عنده مرض
بيختلف من مرض لمرض، بس مرض السرطان اكيد له تاثير اكبر على المحيط اللي حواليه، يعني لانه يعني بنخاف انه هو نفسه يتاثر، اللي حواليه تاثرهم ياثر عليه. احنا بنحاول نفرجيه انه احنا شادين حيلنا معاه، وانه لا ان شاء الله كل شيء بيصير تمام، وان شاء الله العمليه بتكون سهله وما فيش اي مشاكل. وفعلا الحمد لله بجهود الدكاتره الحمد لله بيكون الواحد حساس اكثر، بيصير يشعر اكثر، بيصير اي شيء يعني ينتبه له اكثر، ولا لا؟ واكيد يعني مثل هذا المرض يعني لا انا بحكي من ناحيه نفسيه، بحكي انه بصير لا شك. انا هذا اللي بقصده، بصير ينفعل يعني لاشياء بسيطه يعني، ولكن برضو الايمان بالله. يعني بتعصب على المدام مثلا؟ لابد يعني على حواليه لابد. تقدم الطب برضو، الايمان بالله اولا، وتقدم الطب والاطباء يعني تعطينا دافع انه نستهين في المرض. يعني ما شاء الله ما شاء الله عنك يعني الحمد لله يعني. هل الكل هيك انت بتشوفهم؟ هل الكل هيك؟ والله مش بعرفش يعني. بعدين انا معي عندي تجربه من 2009 كان عندي اصابني في الكولون، ما شاء الله، وتعاملت معه وهي والحمد لله الامور تمام. هل الكل هيك برايك؟ والله عاد ما بعرف انا كيف شايفيني، ما بعرف. ما شاء الله عنك، تعطينا معنويات الحمد لله. انا بعتقد انه اللي بتعامل مع بيأس مع هذا المرض بتدهور صحته، ويعني انا بعتبر هذا المرض من الامراض اللي لازم تتعامل فيها نفسيا اكثر من علاجيا. هو يمكن 80% او 70% من علاجه نفسي. اذا انت معنوياتك عاليه فعلا بيسهل عليك العلاج وبتتعامل معاه بطريقه افضل يعني. فمعنويات مهمه جدا في هاي الحاله يعني. طيب قبل ما ارد ارجع كمان مره، خليني انتقل ال يعني الاخرين ايضا مريضين بهذا المرض او مريضه بهذا المرض، بس اعتقد انه هي ما بتعرف. على كل اول شيء ان شاء الله الله بيشفيها يا رب. الله يخليك. شو حاله والدتك؟ حاله والدتي بلشت عندها من سنه وإشي. تفضل امسك. بلشت عندها من سنه وإشي، وانا اول واحد اكتشفت الموضوع بعد ما اخذتها على المستشفى في عندنا في جنين، وعملوا لها صور، وبعدين حولونا من نابلس على نابلس، ومن نابلس برضه حولونا لهون. طيب خليك. طيب شو شعور او لحظتها كيف بيكون الموضوع بصراحه؟ انا اول واحد عرفت في الموضوع وخبيته على الكل، وما خبيته اكيد انا خبيت حتى عنها. انا اكيد هي مش عم تسمع منيحه فكره يعني للشباب المشاهدين، يعني سمح شوي ان شاء الله بعطيها الصحه. سمعت منيح بس كان علي صعب جدا جدا. وين اصابها؟ في المثانه. وحولونا لهون وجينا عملنا العمليه والحمد لله. طيب بشكل عام يعني بشكل عام في شو المعاناة، أكثر معاناة أنت بتشوفها؟ تقرب المايك. شو أكثر معاناة أنت بتشوفها للناس اللي زي هيك؟ عصبية، صعوبة في الفوتة يعني في قضاء حاجة بالحمام، الدم اللي بنزل مع البول وإشي، وصعب يعني صعب جدا. هي ما بتعرف عن حالتها؟ لا مش حكي لها انت؟ لا، مشان تضل المعنوية عندها عالية وخلاص خليها تسهيل. طيب الأسرة عرفت؟ أخوتك خواتك؟ الأسرة بعرفها، الكل بعرف حاليا، الكل بعرف. حدا بيشعرها؟ حدا أشعر؟ لا لا لا، الكل بتعامل معها كأنه عندك حصوة، هي بتعرف والحديد إسا بتعرف أنه يعني عندها حصوة. طيب حجة كيف حالك؟ منيحة؟ منيح. الحصوة اللي عندك منيحة؟ الحصوة منيحة؟ الحصوة يعني بتوجعك ولا لسه؟ لا فيش. ما عنديش حصوة بوجع، ما طلوها. الحمد لله. الحمد لله. كيف شايف المستشفى يا حجة؟ مليح، وأصحابه ملاح، وكلكم ملاح. الله يخليكي. طيب. والله جابنا هنا مشان نطيب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. طيب كيف ابنك؟ معك كيف؟ منيح؟ آه. من جنين أنتِ؟
منطقة جنين من يعبد. من يعبد، الله يحييك يا حجة. الله يخليك يا رب، يخلي عمرك. كم عمرك ولا بدي احكيش؟ عمري؟ اه زيادة عن 70. ليش بحب الدكتور؟ لأن أكبر منه. ناط 70 أنا. يا ستي ما شاء الله عنك، صبية. شو دخل؟ يعني فيكي 17. لا. مش 17 اه؟ لا من 70 وفوق. طيب ما شاء الله، الله يعطيك الصحة. الله يخليك يا رب. طيب جيتوا هون عشان العلاج يعني هو نفسه هون ولا كيف؟ مسكين عشان نفسه أكيد. أها يعني إنه هون العلاج. آه هون العلاج، حولونا من نابلس آخر إشي لعند دكتور وليد، وعمل المثاني وكل العملية. طب الإشي النفسي مهم؟ بحكيش الإشي النفسي مهم للي حوال المريض أكثر منه شخصيا؟ آه. كيف احكي لي؟ يعني كيف بدي أقول لك؟ صعب يعني. شكلك أنت كثير متأثر لأنك أول واحد. أول واحد كثير كثير معصب، كثير صعب جدا. عصبي أنت صرت؟ شوي. شوي ولا كثير؟ يعني الحمد لله، الحمد لله على أي حد. إن شاء الله رب الله بعطيها الصحة. حجي شو بتحكي للي بيشوفوكي؟ شو بحكي؟ الله يسلم ايديهم ويخليهم، وبشكر كل المستشفى وكل اللي طابوني ويغلب علي. وحدي الله يا حجي، وحدي الله، وحدي الله، وحدي الله، وحدي الله. مالنا يا حجي؟ وحدي الله. بعدين احكي لا اله الا الله. مالك؟ يلا قولي لا اله الا الله. قولي. طيب انت منيحة ما شاء الله، مالكيش اشي؟ الحمد لله. ملي مالكيش اشي يا حجي؟ ما مالك اشي؟ نعم. مالكيش اشي بحكي؟ ماليش اشي. مالكيش اشي ما شاء الله عنك. انا جيت قبل رمضان تعملها، وكان صار الدكتور وليد يشرح لي شو بدي يعمل، خفت وروحت. وبعدين كان الدكتور محمود قال لي تعالي وبتصير مليح وكل شيء مليح، وبس انت خفتي ليش شرح لي الدكتور مليد اتخفيش. رديت اخذ دواء ورحت على رمضانت بالبلد، ولما ما ركتش رديت انجبرت رجعت، ضل البول ينزل في دم ورجعت، عملتها الحمد لله والشكر لله، وهم عملوا لي اياها وطيبوني الحمد لله. مغلبك؟ مغلبك؟ لا مغلبك. من يوم ما عملت العمليه وما. طيب روقي يا حجي، روقي. رب بدها ما بدها كل هالنكد، روقي. طيب صار لي 5 سنين بهاي المعاناة. طيب يا حجي ربنا كبير، لا تخاف. يوم الحطوة وانا بهاي المعاناة مش لا سنة ولا سنتين. طيب هلا انت احسن؟ الحمد لله والشكر لله. الحمد لله، نحمد الله ونحمد الدكاترة والمستشفى اللي فيه. طيب مشاهدينا طبعا كما تحدثنا قبل، يخليهم ربي ويشافيهم وينطيهم ويرضيهم ويخلي لهم اولادهم يا الله. الدكتور وليد والدكتور مراد والدكتور محمود وكل الدكاترة والطمرجيين اللي صابوني والنارسات كلهم ملاح. اسال حضرتك يعني في ذات الموضوع، اي حدا مريض بهيك شيء بالتاكيد زي ما انت حكيت لي مش سهل شيء، يعني مش سهل، ولكن الشيء النفسي بيلعب دور. تركز لي على هاي النقطه بالذات بعد اذنك. كيف يعني؟ انه معنويات المريض نفسه انها تكون عاليه ولا كيف ولا شو؟ بده يكون يعني يؤمن بالقضاء والقدر، ويؤمن برضه في تقدم الطب، ويتكل على الله. خلص يعني شيء اصابه بده يتماشى معه الى حتى النهايه. يا ربنا بشافيه وبيسلم منه، او انه بده يضل يعاني منه الى ان ياتي قدر الله. قدر الله بيجي للمريض ولا مش مريض ما لهاش علاقه. انا فاهم يعني، ما هو نتيجه هذا المرض، ما هو كلك فلان مات بجلطه، فلان مات بسكتة قلبية، فلان مات بالسرطان، فلان مات بأي شيء يعني. فيعني بده يتحمل على نفسه ويصبر. طيب أي حدا من العائلات مثلا اللي أصيب أحد أفراده بالسرطان
كعائله انتم يعني لكم تجربه خلينا نحكي ان شاء الله الله بيشفيه، شو بتحكي لهم؟ يعني اهم شيء يساندوا، يعني هي المسانده والروح المعنويه العاليه، ما يبينوش انهم متنكدين امامه بالذات، يعني صدمه لكل العائله بتكون يعني، بس اهم شيء انه ما يبينوا امامه انه يعني والله بالعكس لازم انسانده وكذا، وزي ما حكى لك الوالد يعني هي ايمان بقضاء الله يعني في الاخر، ويعني وما شاء الله يعني زي ما حكى انه برضه الطب متقدم الحين وبالامكانيات القليله الموجوده عندنا، بس ما شاء الله عليهم يعني حتى الدكاتره وحتى الستاف الموجود بيرفعوا معنويات الناس وبيرفعوا معنويات الاهل الموجودين، واهم شيء المعنويات، لازم المعنويات تكون عاليه وما يبين قدام المريض انه في شيء غلط او في، بالعكس لا انت تمام الحين صرت وهي صحتك في تحسن وكل شيء تمام الحمد لله. ان شاء الله يا رب. كلمه اخيره اللي بشوفوك يا سيدي، نوجه يعني الشكر الجزيل والكبير الى الطاقم الطبي والتمريضي على جهودهم ورعايتهم وعنايتهم والحمد لله. سمعت كان بده يطلعك برا على عمان صحيح؟ صح اه مزبوط اه، ولكن يعني فضلنا نعملها هان برضو لما سمعنا انه في امكانيه. طيب خلينا مشاهدينا الكرام نختم مع الحجة هون ونختم مع ابنها، ليش لحد الآن مش حاكين بشكل عام يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هيك أحسن يعني؟ لأنه أحسن، وهي بتخاف، هي بتبعيتها بتخاف، واسم هذا يعني كل هذا اسم الاسم المرض قدام أي حدا بخاف، فشو هي بجوز حاسة، بس احنا مش معطينا يعني الاوكي ومعطينا معنويات والحمد لله وشكرا. طيب شكرا جزيلا حجة، سلامتك. الله يسلم عمرك، وان شاء الله بنيجي المره الجايه وانت ما شاء الله ما لكيش شيء. ان شاء الله. احكي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. الله يخليك، شكرا لكم كلياتكم. شكرا يا حجة لكل اللي هنا، وخليكم يا ربي وطول بعمركم. شكرا شكرا لك. الله يرضى عليك. شكرا يا حجه، كيف طيبتونا والحمد لله ان نروح ملاح ان شاء الله مبسوطين والحمد لله. مشاهدينا الكرام نتابع في مساحه حره القمة. مشاهدينا الكرام نتحدث في هذه الحلقة عن مرضى السرطان، طبعا ولا نريد أن نذكر أنه معاناة بمعنى معاناة، إنما نريد أن نستمع منهم إلى روايتهم إلى المطروح من العلاجات النفسية بين قوسين وإلى ما هنالك. لازلنا في مستشفى عالية في الخليل إلى موضوع قسم الأورام هناك، وهذه المرة نسأل أحد المرضى شفاه الله ما شاء الله معنوياته عالية، قبل المقابلة كان يحكي كثير أشياء. عندك نتعرف عليك أول شيء؟ عدنان يوسف من الزال كباط الجنين. الله حييك. الله حييك. اليوم عمليتك؟ إن شاء الله يا سيدي بنتمنى لك السلامة. الله حييك وسلمك. طيب جنين والخليل، كنا إحنا الأسبوع الماضي في جنين. شو الموضوع؟ جنين والخليل كلها فلسطين. أول نحن عارفين إنه فلسطين بس إحنا بنحكي إنه بتتغلب الشمعة. الحمد لله يعني هو مشكل السفر طبيعي. طيب شو طلع معك، شو حكوا لك؟ طبعا انا اكتشفت المرض بسبع رمضان. حكوا لي انك معاك التهاب اورام بالمثاني. الدكتور اللي فحصني ابن عمي يعني قرابتي، اختلف لونه، قلت له عمي طلع، انا بامن بالقدر الحمد لله رب العالمين، اللي ربنا بيحبه بيبتليه، فكل شو عندي، قال لي عندك ورم، قلت له يعني سرطان،
كلم بمفهومه، قلت له طيب. حتى الدكتور اللي فحصك حكى لك بمفهومه؟ قلت له ابن عمي دلني وين اروح، انا عرفت شو عندي بس دلني وين اروح، والحمد لله وانا يعني معنوياتي عالية وبوزع على كل الضفة الغربية معنوياتي. من جوزك احنا الثالثة يا سيدي، انا بستغنيش عن مرضي الحمد لله. الله يخلي لك يا امي ولادتي. الله يحييك. طيب كيف بلغت الاهل؟ احكي لي كيف بلغت الاهل. اللهم صل على سيدنا محمد. لما روحت من الدكتور قالوا لي شو في عندك، قلت لهم بدي اعمل عمليه. قالوا عمليه شو؟ قلت لهم ان شاء الله فتاك، انا عندي فتاك بالسره يعني، ورا ما بعرف. يعني حكيت لهم دامتك فتاك الكل. طيب. الكل الحمد لله. قمت نزلت على المستشفى ودخلوني، عملوا لي عمليه منظار اللي هي استئصال الورم. تبين انه في مراحله الاولى ولا الاخيره ولا؟ والله انا بالاول في البدايه قالوا لي انه على جدار المثاني، لكن اللي استنتجته انه في بذيال ورم، يعني في بذيال المثاني ورم. شاكرين للدكتور عصام نزال والدكتور نجي نزال، قالوا لي بدنا نوجهك على الخليل وعند الدكتور محمد وليد، شاكرين له كمان على اساس انه نستأصل كل طب بدي اسالك بعد انك، هل كل مرضى السرطان هيك معنوياتهم ولا لا؟ لا، النفسيات متفاوتة يا دكتور استاذ. يعني في عندك ناس بس التقيت بحدا؟ التقيت بحدا منهم؟ التقيت في كيف معنوياتهم؟ في عندك ناس بدك تعطيهم معنويات، وفي عندك ناس بتوزع معنويات. اهل بيتك اهل بيتك لما عرفوا انه اخر شيء انه عندك سرطان، اهل بيتي عادي استوعبوا الموضوع عادي يعني. انا انت اللي طبعا انا قلت لهم قلت لهم الحمد لله واستوعبوا. طيب. الموضوع عادي طبيعي. طيب لانه لاني قلت لهم انه ربنا عمر الشدة ما موتت واحد، لما الانسان بيخلق ربنا بيكتب عمره بداخل كلب امه، فاللي بده يموت بموت يعني بالشارع بالعادي الحمد طيب. لله رب العالمين. في صعوبة انه يعني بنعرف انه الدكتور وليد من الناس المشهود لهم، ولكن خليل جنين يعني في صعوبة ولا عادي؟ طبيعي في صعوبة بالتنقلات الحمد لله يعني، بس احنا ما عندناش الكادر يعني في جنين، عندنا كل الحمد لله مستشفى جنين يعني متوفر به كل شيء الا من الصورة الطبقية الا الكادر القوي يعني. الا الاورام مثلا؟ لا، في عندنا للمسالك بالاورام الدكتور يوسف حمارشي شاكرين له تعبوا معنا الحمد لله، بس يعني بجوز مش متمرس يعني ناش تحكي مش متمرس بالضبط. بجوز يعني لسه فيش امكانيات كثير. طيب الحمد لله. طيب في معاناه حكيت لي انه انت جاي مع جوز بنتك. كيف معنوياته؟ منيحه؟ اهلي في الحمد لله. بتدخن لازلت ولا بطلت؟ بدخن عادي طبيعي. بدخن. بيأثر الدخان على الموضوع؟ بيأثر. بيأثر. وبتدخن؟ عادي طبيعي. عادي جدا بدخن وعربي اخرى كمان. يعني يعني من النوع الفاخر خلينا. ايوه من النوع اللي عبداوي. اللي عبداوي. انت بتنشفه؟ والله بلفه والمره بتلف كمان. طيب شو بدي احكي لك؟ بدي احكي لك. طيب الله يسعدك. يا رب ويخليك ويعطيك الصحه. خليني احكي بس هيك سريعا، في معاناه غير موضوع التنقل والهذا، في معاناه ثانيه او يعني؟ لا لا لا، شوفوا البعد عن الاهل يعني، يعني بين المحافظتين مسافه طويله، البعد عن الاهل يعني شو يعني؟ لو انا بجنين كل ولادتي من قباطي بنزلوا عندي يعني، بحتاجش كلهم بيريحوا بعض، بس انا يعني جوز بنتي معي هسه بده يضل معي، فصعب انه يروح. شكلك يعني. شكلك بتعزه كثير جوز. الله يسعده الله يسعده ويخليه يا رب. طيب التقيت انت حكيت لي في ناس مريضين سرطان صحيح؟ شو أكثر إشي يعني بزعج مريض السرطان؟ مش أنت بحكي بشكل عام. النظرة. 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 موضوع النظرة في واحد حكى لي عنه. النظرة مريض السرطان إن كانت بها شك الواحد بوخذ على حاله إنه. كيف؟ أعطيني اشرح لي شوي. إني أنا شفكان عليك يعني، أنت مريض سرطان. يعني مريض السرطان بشعر يعني بالنظرة بحس فيها. بحس. في عنده إحساس. يعني الكل بيجي بسلم عليك الحمد لله على سلامتك، طب انا امبارح بكيت انا ساخ يعني ليش ما سلمتش علي يعني، لاني صرت مريض سرطان يعني، هو السرطان بموت يعني ما بموت يعادل الواحد، ما هو السرطان زي مرض الرشد. النظره بتاثر والتعامل بياثر 100%. كيف التعامل النفسي يعني؟ مثلا انت بتلاقيني بالشارع بجوز بتحكيش معي، ما بسعاك اللي داش الحمد لله على سلامتك وكيف حالك وان شاء الله. يعني نظرة الشفقة هاي ما بتحبهاش انت؟ نظرة الشفقة ما بحبهاش من مرة. بيشعر فيها المريض 100%؟ اكيد اكيد 100%.
شو بتعمل في نفسيته؟ هو يعني البني آدم إذا نفسيته مليحة ولا بتأثر، لكن يعني الإنسان المحطم هو بتحطم من مرة بضلش فيه. أكيد 100%. فالمفروض إنه الناس تتعامل معاه عادي بشكل طبيعي، يعني كأنه مش مريض حتى. طيب شو بتحكي للي بيشوفوك حاليا؟ أنا بحكي لهم سواء مريض سرطان أو بقول لهم الزلمة يفحص، كل الناس بيها سرطانات بس الزلمة يفحص، الخلية إذا بتضعف بوكلها السرطان، فصيروا قبضايات وفحصوا وداووا حالكم. شكرا جزيلا لك وخليه. وبتمنى لك يا رب شفاء إن شاء الله. شكرا لك مشاهدين الكرام، نكمل وإياكم في مساحة حرة. تفضل سيدي. في مساحة حرة نتحدث إلى مدير مستشفى عالية الجراح الدكتور محمد وليد زلوم. دكتور وليد أو محمد وليد، يعطيك العافية. الله يجزاك العافية وشكرا يعني لكل ما قدمتموه الحقيقة. قبل ما أبلش لفت نظري موضوع النظافة في المستشفى، يعني كتير ملفت للنظر وشيء جميل جدا الحقيقة، يعني مش مدح، بدناش منك إشي إحنا يعني. دكتور وليد، مستشفى عالية في الآن قسم أورام أو على الأقل قسم جراحة الأورام. أولا تحكي لنا عن المستشفى بعدين ندخل في موضوع الأورام بما أنك أنت أيضا جراح للأورام. تفضل. بداية أخ معاذ أهلا وسهلا بك وبالتلفزيون فلسطين اللي حقيقة ممتاز فيه، لأنه يعني حقيقة بتمتع مهنية عالية. وأهلا بجميع الأخوة المشاهدين. أهلا بك. مستشفى عالية أسس بال 1957 ذلك الوقت من قبل الحكومة الأردنية، كان 100 تخت. مع الأسف في 94 السلطة الوطنية بال 94 استلمت 70 تخت بدل ما يتوسع نقص. منذ ذلك الحين من 94 لهلا أجرت عليها عدة توسعات نوعية، وهلأ المستشفى 300 تخت في 9 تخصصات، هو مستشفى تعليمي في 9 تخصصات تابع للمجلس الطبي الفلسطيني، بمعنى أنه الطبيب العام بدخل المستشفى بيطلع أخصائي. حكيت لي أنه في نسبة الإشغال هون 150%. نعم. هلأ هو طبعا بالنسبة لنسبة الإشغال هي الوحيدة في المنطقة حتى مش بس في فلسطين اللي دائما تتجاوز 150%. طبعا هذا نتيجة، أنا بهذا الصدد يعني كل تحية للطاقم الطبي بجميع فئاته اللي متعاونوا على إنه يتعاملوا مع العدد الهائل من المراجعين وما يتقيدوا بالعدد اللي هو بال 300 تخت، يعني بيدخل عندنا 150%. يعني معنا 1.5 كل يوم بيستعمل. طيب. التخت الواحد. دكتور بعد إذنك سريعا قبل أن ننتقل لموضوع الجراحة. والسرطان، هذا الطابق اللي احنا فيه كم مساحته؟ هذا 500 متر. لا طابق. نعم. بشكل عام والبناء الثاني هذا 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 هو اللي أصلا انت حكيت لأنه تم بناء من المجتمع المحلي. نعم. تحدثنا عن هذا الموضوع. هل قصة المجتمع المحلي هلا يعني فتحت هذا الموضوع اللي هو يعني حقيقة واجب علي ولزاما علي اني ادي كل التحية والشكر للمجتمع المحلي اللي مات وانا بانه يدعم المستشفى طول الوقت. المجتمع المحلي مجتمع معطاء، مجتمع كم حجم المساعدات اللي كانت اخر شيء؟ يعني مجموع ما قدم للمستشفى لحتى الان من المجتمع المحلي يفوق 5 مليون دولار امريكي حقيقة. من الخليل بس؟ من الخليل. نعم نعم، من الخليل كمان. نحكي دائما من الخليل يعني محافظة الخليل. يعني في عدة أقسام. بتحكي هيك شيء؟ يعني أنا يعني أعتز أني أنتمي لهي المحافظة المعطاءة ولفلسطين بشكل عام، وأعتز أنه في لساته بذرة الخير موجودة
في أبناء شعبنا اللي هو يعني عماله بقاس الأمرين في الصمود وبالثبات على هذه الأرض. خلينا دكتور نحكي بموضوع الجراحة. نعم. حضرتك طبيب جراح وأيضا جراحة السرطان. شو معاناتك مع المرضى فيما يتعلق بالنفسية أتحدث، وكيف بتشوف المرضى؟ تحكي لنا عنه. يعني هي التعامل مع يعني لازم يكون التعامل مع كل واحد بحدة. في ناس بيكونوا حاسين إنه عندهم وما بحبوا إنك تحكي لهم، ويجب إنك ما تحكي لهم. يعني في ناس بقول لك أنا عندي يعني الناس كتير بتسوي عملية استئصال لمتانة مثلا، هي عملية من أكبر عمليات في البطن، وعملية بتأخذ 5 ساعات عادة، بسويها وبيطلع من المستشفى وهو داخليته فاهم انه عنده يعني سرطان خبيث، لكن ما بيحكي لك انت ما تحكي له. وعادة دائما انا الاهل لازم انهم يكونوا على وعي بكل تفاصيل. في حال لا تزال ترسخ في بالك، انت من زمان تعمل هيك عمليات، من كم سنة تقريبا؟ يعني مستشفى عالي من سنة 2000 هو المستشفى التحويلي لسرطانات المسالك البولية. في حالة معينة لا تزال تذكرها لمريض معين؟ والله في حالة بدون اسم. في حالة طبعا بدون اسم. يعني أنا يوم سنة 2000 كنت يعني سرطانات المثانة عادة بنتابعهم بكل 3 أشهر بالمنظار من أحف. يوم كان عطلان عندي المنظار المثاني، فبعثته لمستشفى آخر مشان نسوي حكومي. فبقول أنا عندي تواليل والتهابات يا دكتور، الدكتور وليد بيسوي لي إياهم، بعتني على أساس أنه معطل الجهاز عندك. قال له الدكتور وليد يعني كذب عليك، أنت عندك سرطان. فإجا ولا يعني جدا محتقن وزعلان علي. فبقول لي الحاج ليش خبيت علي؟ قلت له يا حاج تأكد تماما أنه لو عنده الكفاءة أنه شخصك أنه عندك هيك كان سوالك العملية، ما دام ما عملكش صدقني أنا وصدقني ولساته عايش من 2000 سويت العملية استئصال مثاني. وبالمناسبة معظم اللي سامعيني بيعرفوا القصة بالتفصيل لأنه المريض موجود عندي. طب دكتور نفسيا المريض كيف بيكون لما يجوا عندكم؟ بيجرحوا أي شيء؟ حكونا النظرة تحت بتجرحوا؟ شوف أنت مهم جدا أنك تكون طبيب وأخ وصديق للمريض تبعك، مهم جدا هاي. تعطيه دائما التفاؤل، تعطيه الثقة إنه يثق فيك، مهم جدا. لأنه أي واحد بده يسوي عملية عن طبيب لا يثق فيه لا يمكن يأمن له. شفت أنت كل اللي قابلتهم قاعدين مبسوطين، ما حدا قال إنه لو في تعامل فض معهم لا يمكن سوي العملية. أنت بتراعي هاي التفاصيل الدقيقة. مهم جدا هاي. أنت بتراعيها. طبعًا. يعني بتحاول إنك مش أنت كشخصك كتيم خلينا نحكي. يعني أنا جزء من هالتيم، صحيح أنا قائد هالتيم، بس لكن كل التيم بتحلى بهذه الصفة، وأنا واجبي إني أتأكد إنه الكل بيحكي. بالمناسبة ما في حد يجب أن يقول إنه عنده هذا الإنجاز أو ذاك. طاقم عنده هذا الإنجاز أو هذاك. هذا المستشفى لا يمكن ينجح إذا كان ما في تكامل في كافة فئاته من تمريض من أخصائيين أشعة. بدي أسألك بعد إذنك. نعم. هل في عندكم نواقص صعوبات؟ أكيد. ولا لا؟ أكيد. إحنا يعني لا ندعي الكمال إنه لأن خاصة موضوع السرطان تحديدا. يعني في شيء ناقصكم في؟ إحنا بنتمنى دائما يكون عندنا أخصائي سرطانات باطني، يعني اللي بيعطي الكيماوي واللي بتابع المريض ما بعد العملية. طب ليش ما نجيبه؟ احنا طالبنا واحنا سوينا خطوة مهمة جدا جدا اللي هي بلشنا نفتح عيادات لعيادتين بالأسبوع لأطباء منتدبين من بيت جالة، واحد بيجي يوم 2 واحد الخميس. هذا خفف معنا حقيقة. لذلك انا في شريحتين من الحقيقه مهم جدا انه دائما نركز على نفسيتهم ونراعي نفسيتهم. اي شيء يأثر فيهم اللي هم
مريض السرطان ومريض الفشل الكلوي اللي بيغسل، هدول الناس يعني بيعانوا جسديا ونفسيا وماديا. إذا كان ما لقوا يعني السرد الحنون زي ما بقولوها، حقيقة بيكون إحنا ما عنا أخلاق. حقيقة مهم جدا إنه لقوا كل العناية ولقوا كل الاهتمام ونخفف قدر المستطاع. يعني أنا لما بلش يجي أخصائيين من بيت جالة يوم خميس واثنين يشوفوا مرضى، يتابعوا مرضى السرطانات اللي بياخذوا الكيماوي في بيت جالة، للأمانة سعادة لا توصف، لأنه بتحس بعنينهم هدول إنه إحنا والله بطلنا رايحين جايين. إحنا بنعتز في مركزين للسرطان عندنا اللي هم بيعطوا الكيماوي، اللي هو الوطني وبيت جالة، بس يجب أن يكون في كل مستشفى تاني. في الآن الحديث عن مركز خالد الحسن السرطان، هذاك راح يكون متكامل، هذا يكون خطوة مهمة جدا، وكان لابد منها. وكل تحية لمن قام ومن دعم ومن تبرع للأمان لهذا المركز الحيوي المهم جدا، هذا كان لابد منه، والحمد لله أنه في خلال سنتين ثلاثة راح يكون واقع. طيب خلينا يعني دكتور نحكي، شو بتنصح الأهالي اللي لا سمح الله ممكن يصاب أي فرد منهم بمرض السرطان بشكل عام، وشو المطلوب الآن من الجهات الصحية في هذه القضايا؟ شوف مريض السرطان له خصوصية إنه اسمه خبيث، بمعنى إنه أنت ما بتقدر تشوف شو بعد شهر ولا بعد سنة شو بده يصير في الله. فبالتالي دائما هو في عنده خوف داخلي، دائما في عنده تخوف شو ممكن يحصل معه في أي لحظة، فبده الدعم النفسي، هذا أهم شيء. ودائما إحنا بالنسبة لنا كوزارة الصحة يعني في شغلات كتير إيجابية جدا حيث في هذا الصدد، إنه ما بدفع أي مشاركة في التصوير في أدوية، دائما لازم نوفر له أدويته لأنه كفيل عنده. الأهل عليهم عبء وعليهم مسؤولية إنه يكون دائما في تواصل اجتماعي حوالين هذا الإنسان. ليش بتركز على هاي النقطة؟ لأنه لا يمكن مهما يكون الإنسان قوي الشخصية وقوي الإيمان بالله إلا يضل حاسس إنه هو حياته مهددة، وبالتالي في دائما بدوش يحس بالفراغ، كل ما يكون في حاله قاعد مع حاله ممكن يسبب له هذه شوية يعني تأثير نفسي في شخصيته. كلمتك للطاقم الطبي. أنا دائما في كل لو بدناش نأخرك على عمليتك، في كل مقابلة في كل جلسة في كل عادة بقول أنا أعتز بطاقم مستشفى الخليل الحكومي اللي عمرهم ما توانوا، إنه دائما بنشغلهم ليل نهار، لما أي شيء زيادة معاشاتهم منيحة ولا مش منيحة؟ المعاشات مع الأسف يعني يا دوب مقبول حد الكفاف، خلينا نسميها ما لا فوق الكفاف بشوي، بس إنما مش يعني لا تتناسب مع العطاء حقيقة. يعني أنا أعتز بهذا الطاقم اللي بيشتغل دائما فوق طاقته وبانتماء، وهذا أهم شيء أنا بعتبر من أهم وظيفتي إني أتأكد إنه الانتماء والحرص على الانتماء. حكيت عن النظافة، إنه حقيقة هذا مش ببلاش، نتيجة متابعة حثيثة. إحنا عنا بوليسي إنه كل ليلة في واحد من المدراء أو رؤساء الأقسام بلف على كل المستشفى من جميع النواحي الفنية واللوجستية ونتأكد من هذا الشيء. وهذه لشغلة النظافة اللي لفت انتباهك أنا شهادة أعتز فيها حقيقة. الله يخليك، تسلم. قبل الختام ما ذكرت لي شو في عندكم نواقص؟ احنا يعني المستشفى قائم على ثلاث أعمدة أساسية اللي هي الكادر الطبي والأجهزة الطبية والبنية التحتية. أهم ما يعنيني هو حقيقة بعض التخصصات اللي مش متوفرة عندنا، زي جراحة الأوعية الدموية، جراحة الصدر وجراحة الدماغ. احنا بنحكي عن مستشفى تحويلي جامعي أو تدريبي؟ نعم هدول التخصصات ثلاثة مهمة جدا. طبعا عفوا شو موجود عندكم إذا؟ كل التخصصات تانية عندنا تخصصات كويسة الحمد لله. سؤالي أنا إنه ليش هالسنين مش عم هذا الموضوع، هالمواضيع كتير مهمة. طيب خليني أقول لك، أنا مثلا الأوعية الدموية في نقص عام في السوق، فيش موجود، معدودين على أصابع موجودين في الوطن. الأخصائيين الصدر نفس الشيء محدودين.
كمان زراعه الدماغ كمان والنخاع الشوكي المتميزين قليلين جدا. يعني انا بطمح انه يكون في ابتعاث لهيك تخصصات مشان لاقيهم لقدام. طب شو في كمان؟ في على الاجهزه يعني عمليات الجراحيه هلا كليتها بمناظير البطن، يعني بدنا يعني هذا الجهاز مهم جدا للمستشفى. في اشياء اخرى هلا الكادر التمريضي بدنا نقص، يعني انا طالب 100 يعني لو اجى 50 كويس. تمريض مشان الاقسام الجديده انفتحت، لانه احنا على وشك انه ينزل عطاء القسطره القلبيه وجراحة القلب اللي هم دول رح تنقل المستشفى حقيقة نقل نوعية حقيقية وتوطن التحويلات بشكل واضح. أشكرك دكتور محمد وليد زلوم على كل ما تفضلت به، وإن شاء الله مزيد من التقدم للجميع، والله يشفي المرضى السرطان والمرضى جميعا. حياك الله. شكرا لك أخي والطاقم معك. حياك الله. السلام عليكم. يعطيك العافية. الحمد لله على السلامة. كيف حالك؟ الحمد لله على سلامتك. كيف العملية؟ الله يحييك. بديش أنا أطول عليك أنا، بس كيف يعني معاناة مريض سرطان بشكل عام؟ عادي جدا، هو شيء من ربنا، يعني اللي من ربنا يا محلاه الحمد لله. هل الكل عنده هاي المعنويات؟ لازم الكل يكون عنده هاي المعنويات. طيب أولها تعاطيت مع الموضوع؟ شو صار معك؟ لا عادي جدا، يعني أول ما تريد في الإشي ظليت متعاطي جدا مع الموضوع. وجينا عند الدكتور الأخ سمعنا فيه باسمه، يعني جينا على اسمه لأنه دكتور متميز في هذا الإشي، شايف الحمد لله رب العالمين جينا العملية وتمت بنجاح الحمد لله. كيف الأهل تلقوا الموضوع؟ عادي جدا، يعني شو إشي من ربنا لازم تتلقى بأي أريحية، يعني ما شاء الله معنوياتك أعلى منا كلنا الحمد لله، هذا أهم إشي. طب آخر شيء، شو أكثر شيء بيأثر في مريض السرطان؟ أكثر إشي فيش هو صح بني آدم زي هالبني آدم، مش لازم. أنا قصدي إنه بيأثر عليه مثلا شيء نفسي، نظرة قبل شوي كان واحد يحكي. أنا بالنسبة إلي بحكي بأثرش علي ولا شيء، بالنسبة إلي كشخص ما بأثر علي ولا شيء. شو بتحكي للي بيشوفوك حاليا، الناس سواء كانوا مرضى أو كانوا أهالي أو كانوا ناس عاديين؟ حياهم الله، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم. هون الموضوع كيف الوضع هون طبيا؟ الموضوع هون الوضع طبيا الحمد لله رب العالمين تمام، خاصة إنه الدكتور وليد زلوم موجود وكل شيء تمام الحمد لله. الله يعطيك الصحة والعافية. عافيك. يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في بداية الحلقة قلنا بأن السبب لعملها هو شيء ما. كان أحدهم رحمه الله قبل أسبوع تقريبا وقبل وفاته قد طلب منا أن نتحدث في موضوع السرطان. أجرينا مقابلة معه، كانت هذه المقابلة وتحدث فيها بأن هناك أكثر من مرة يجب الحديث في موضوع السرطان ومعاناة مرضاه. هو أصيب بأكثر من 4 أنواع من السرطان على الأقل، رحمه الله المريض ماهر صالح. هذا المريض الذي كابد وعانى وكانت معنوياته تعانق عنان السماء، كان يجلس وينام على هذا السرير وعلى مثل سرير كهذا، كانت معنوياته التي نحن نستمدها منه كانت كبيرة. طلب منا أن نتحدث عن السرطان ومعاناة مرضاه ومعاناة من يصاب به، وكانت معنوياته عالية. قرأ وصيته أكثر من مرة قبل أكثر من عام، ونحن نعرضها عليكم في هذه الحلقة. ندعو بالشفاء لمن لا زال على هذا الأمل
أن يشفى، ونترحم على من توفاه الله وعلى هذا المريض. هذه النظرة القاتلة اللي هي نظرة الشفقة، هذه قاتلة لمريض السرطان أكثر من السرطان نفسه. كيف فهمني؟ نظرة الشفقة، لأنه بتعرف مجتمعنا مجتمع يعني ودود و يعني بيتلفظ في أشياء أو بيتعاطف بتعاطف بنظرات بتلميح بتصريح. أعطيني موقف هيك جرحك بدون أسماء. طبعا بدون أسماء. بالمكان الشغل صلعة الكيماوي هاي المتعارف معروفة. مرة من المرات أحد إحدى الزميلات إنه في سلمت الحمد لله على السلامة، كنت بروح من جرعة كيماوي يعني ثاني يوم، الحمد لله على السلامة، كيف الصحة، كيف أنت، كيف بالنسبة يلا بعين الله، كلمة بعين الله لحالها ما هي قاتلة يعني. يلا بعين الله، الشعرات هذولا بكرة بيطلعن أحسن منهم. يعني هي حكتها مش إنه بدها تجرح أو أيا كان، يعني إنه الله يشفيك، مش إنه بدي جرحك أو بدو، لكن بتكون هون في مواطن تحكي إن ربنا كاتبه بيصير، بس أكثر شيء كلمة مقرفة، كلمة مسكين أو مسكينة. أيوة، يعني الناس مجانين حتى لو بدي تعرف بعرفش يحكي بالضبط إنه مسكين. الله بعين بينك، الله ينظر لك يعني الله ينظر لك بالشفاء. عادي هاي تقتلك، عادي هاي كلمة تقتلك يعني. تقتل ما حكيت لك سابقا، اللي هي نظرة العطف والشفقة، سواء بتلفظ كلام أو بتلميح أو بتصريح، بتكون هذه قاتلة أكثر من كانت تشعر فيها، أكثر طبعا أكثر من جلسة الكيماوي، أكثر من المأساة اللي أنت في بنخر في جسمك. شو أخيرا وصيتك؟ شو أنت كاتب وصيتك؟ كاتب وصيتك. ليش كاتب وصيتك؟ كاتب وصيتي لأنه تحب أقرأها؟ أحكي لي إياها. طويلة هي؟ طيب تفضل. نقول له بكل اعتزاز لا بالعكس، من هذا المواطن الله يشفيه صاحب الإرادة والعزيمة الحديدية القوية، بيعلمنا دروس بالأمل بالعطاء. طبعا هذه الوصية كتبتها أنا نتيجة عملت عملية خزعة للرئة، فتبين أنه وضع الرئة صعب جدا جدا جدا، سرطان الرئة صعب جدا. يعني الطبيب صالحك بهذا الموضوع؟ ما هي موجودة في التقارير الطبية. طبعا. بدي أقرأ الوصية. على ضوء ذلك قررت، سألت من ناحية شرعية، من ناحية قانون، لمؤسسات، لك وكله. بدي أقرأ الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت، صدق الله العظيم. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، صدق الله العظيم. زوجتي الغالية وسام ذراهمي، بنات الحنونات مريم صالح وذعد صالح ووعد صالح، أبنائي أمل المستقبل صبحي صالح وبكر صالح وإياس صالح. بعد استلام نتيجة الخزعة لسرطان الرئة ووضعها صعب، السرطان منتشر في كلا الرئتين، وتوصية أخصائي الأشعة: الجراحة لا تنجح، فقط الاستمرار بالكيماوي المكثف والمركز. لذلك أوصي، سوف أواصل المقاومة الشرسة وتحمل ما لم يتحمله بشر. أوصي عائلتي وزملائي بالعمل والأصدقاء والمؤسسات ذات العلاقة، إن قدر لي النجاة فهي الولادة من جديد والحياة، وأنا أستحقها. وإن لم تقدر لي النجاة سوف أتبرع بأي عضو من أعضائي لمن يحتاج لأوهب له الحياة. وأواصل مقولتي الشهيرة: أقاوم السرطان حتى أتذوق طعم الحياة، وعليه رغم الألم وصعوبة الموقف يوجد هناك أمل، وأن اليد التي تعطي لا تموت. ماهر صالح. كل الاحترام. يعني اللي خلاك، شو اللي دفعك اللي خلاك تعملها؟ العطاء، روح العطاء.